فاحنا النهارده ان شاء الله نرجو ان نوفق في انهاء يعني الطبقتين الباقيتين او ثلاثه تقريبا من كلام الامام الحاكم، وكده نبقى انهينا هذا المبحث وبقيت له تكمله ان اتسع الوقت ننبه عليها. فاحنا تكلمنا في المرة الماضية عن ما ذكره السيوطي عن الحاكم أنه قال: الطبقة الثامنة قوم سمعوا كتبا ثم حدثوا من غير أصول سماعهم. وقلنا احنا مثال على ذلك اللي هو ابن المذهب، وانا كنت بقول ان واحد ضبطها لي بتشديد الهاء، فالشيخ سامح جزاه الله خير بعث وجد انه هي ليست المذهب، والمذهب اللي هو كان يعني يطلي حلية الكتب، وكان يسموه هنا في مصر المذهباتي، والمذهبات أيضا يستعمل عند اللي هم بيعملوا الموبيليا إن شاء الله. اللي هو منكم مازال ما دخلش النقابة المتزوجين اللي هو قط النوم بالذات قط الجلوس بيذهبوا الكرسي بورق كده، هو ذهب حقيقي فبيسموه المذهبات. تروح تقول له خلصت قط الطقم يقول لك لسه والله عندي المذهبات. المذهبات يعني اللي هو بيدهنها بالذهب. فأنا كنت بقول المذهب على أساس إن هو الفعل يتعدى بالتشديد أو بالهمزة. فأخونا اللي هو قال لي إنه بالتشديد، أنا ظنيت إنه هو واقف فيها على يعني مصدر. فالشيخ جزاه الله خير الشيخ سامح بحث قال ان ما لقيتش في المصادر، هو طبعا بيشتغل بالحاسوب، من ضبطه المذهب وانما المذهب. والمذهب ليست خطأ، لكن العبرة انها هل وردت ولا لم ترد فقط. فقلنا ان ابن المذهب وكذلك القطيعي اللي هم القطيع روى المسند عن عبد الله بن أحمد، وابن المذهب روى المسند عن القطيع، وهي أشهر الروايات. وأنه حصل فيه اعتراض بمثل هذه النقطة، أنه هم بعض النسخ اللي سمعوا فيها حصل تلف لها، فهم استدركوها من نسخ أخرى وانتقدوا على ذلك. وذكرنا إن هذه النقطة ليست كما ذكر الحاكم، وإنما هي تجوز أن يعني يذكر سماعه من نسخة ليس فيها سماعه، بشرط أن تكون النسخة البديلة التي أخذ منها تكون بواسطة ناسخ يعني ضابط يعتمد عليه، وأيضا أن تكون هذه النسخة ينبه مقابلة حاصلة على المقابلة، وأنه هو إذا لم تكن مقابلة عندما يحيل عليها يذكر أنها غير مقابلة، وأنه بالشروط دي يجوز، ليس كما ذكر الحاكم هنا. ويبقى الجرح بهذا محل خلاف، ولذلك الإمام ابن الجوزي دافع عن كل من القطيع وابن المذهب في كونهما رووا قطعة من المسند من غير أصلهم بعد أن فقد موضع قطعة من النسخة، وقال إن هو السماع حاصل،
يعني وجود نسخة بديلة لا يضر. فأصبح أنه هذا النوع من الجرح فيه تفصيل، وأن هذا التفصيل موجود في نفس التدريب في مبحث كتابة الحديث وضبطه. وبالتالي لما تشوف أنت أي جرح أو أي توثيق لابد أنك تحاول أن تحصل على ما يمكن أن يزودك حول هذا، يعني لا تأخذه من مكان واحد، فربما يكون الأخذ من مكان واحد سبب في يعني جرح من لا يستحق الجرح أو توثيق من لا يستحق التوثيق. ده اللي هو الثامن. التاسع ذكرها السيوطي، بيقول قوم جيء لهم بكتب ليحدثوا بها فأجابوا من غير أن يدروا أنها سماعهم. ودي عكس السابقة، فالسابقة كان سماعهم ثابت، ولكن الأصل اللي عليه السماع فقد، وأنهم أتوا بأصل بديل. هنا الأمر، وطبعا ده لما يكون حد فينا بيقرأ كتب رجال يعرف، هتلاقي الحكاية دي موجودة، وأنه هو كان يحدث من غير أصله، وأنه هو لم يكن له أصول يرجع إليها، وأنه هو كان يدخل عليه سماع نسخ ليست من روايته. فلما تقرأ أنت كتب التراجم تقدر تتصور أن هذا النوع اللي هو موجود من القطع، وهو يقدح في الضبط إذا كان صاحب يعني العمل ده يعني لم يتثبت، وقد يرجع إلى العدالة إذا كان فيه أحاديث منسوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهي ليست صحيحة، لا يعني لا توجد إلا من طريق هذا الرجل، فيعتبر هو متهم في نسبتها إلى الرسول بادعاء سماع ما لم يسمع. ودي يعني مذكورة. الأصل بقى اللي هو ذكر الحاكم أوضح، فهو يقول كده: الطبقة التاسعة من المجروحين قوم ليس الحديث من صناعتهم. ودي مهمة بقى، لأنه على الكلام المختصر اللي موجود في التدريب لا تتضح مسألة الجرح، إنما على الكلام اللي في المدخل واضح إنه هؤلاء اللي يفعلوا الفعل دي إنهم سمعوا كتب، جيء لهم بكتب ليحدثوا بها، وهم لا يعرفون إن كانت من مروياتهم أو لا. فالإمام الحاكم يبين وجه القدح فيها. فأول حاجة إنه من حصل معهم هذا لم تكن لهم دراية بصناعة الحديث. وطبعا أنت الآن لو كنت مغرم بمسألة يعني تلقي الأسانيد عن المعاصرين هتعرف إن هم ليسوا كلهم نوعا واحدا، فمنهم من هو مجرد مسند فقط ولا يدري من صناعة الحديث إلا أن يقول لك أنا سمعت الكتاب الفلاني من الشيخ الفلاني، وأني أنا ممكن أسمعه لك إذا كان ستقرأه عليه، أو أنه يجيزك به. ودي موجودين الآن وأحياء وكل شيء. وفي منهم ناس بتجمع ما بين الرواية وما بين الدراية، فالحاكم يصورهم هنا على أنه الجرح خاص بمن ليسوا من أهل الدراية.
ومعنى ذلك إن طريقة الرواية تتفاوت أو تختلف بحسب المروي عنه. لكن أنت لما تبحث القضية تجد إنه سواء كان اللي يفعل هذه الفعلة ممن الحديث صناعته أو ممن ليس الحديث صناعته، تعرف هذا أنه ممكن هذا يحصل مع من له صناعة في الحديث، وممكن أيضا أن لا يحصل، لأن الذي يعني حصل منه وهو يعني بملابسات يعني تتسبب في أنه هو يضيق عليه حتى يحصل منه صاحب الرواية بطريقة التي يريدها هو. وأمس واحد أسأل الله ألا يسامحه طلبني في التليفون وأخذ يتكلم معي الأول في مسألة علمية، فطبعا قلت له ماشي بس أنا مشغول وكده، إذا به يدخل في موضوع الأسانيد وأن أنا عايز أسمع منك، فطبعا يعني كلمته كلاما لا يليق، وأرجو الله عز وجل أن يحرم من يفعل هذا معي ثواب الحديث، لأنه يسيء الأدب، ومن طلب العلم التحلي بالأدب. فالشاهد أنه الحاكم هنا يحكي القضية أنه صاحب الإسناد هو الذي يضايق الشخص سواء كان له دراية أو ليس له دراية، فيقول أنه قوم ليس الحديث من صناعتهم ولا يرجعون إلى نوع من أنواع العشرة التي يحتاج المحدث إلى معرفتها. أنواع العشرة دول إن هو في الكتاب ده قبل كده قال إن الحديث الصحيح 10 أقسام، فهو بيقول إن الجرح ده خاص بمن لا يعرف يعني الصحيح من السقيم، وأنه يحصل معه هذا الخطأ في الرواية فقط. لا يرجعون إلى نوع من الأنواع العشرة التي يحتاج المحدث إلى معرفتها ولا يحفظون حديثهم. طبعا الضبط كما تعلمون إما ضبط صدر وإما ضبط كتاب، فهو يقول إن هذا الجرح خاص بمن لا يحفظ حديثه، لأن إذا كان حافظ حديثه صعب إنك أنت تدخل عليه. إذا أتيته بمجموعة أحاديث وأقنعته أن هذه من مروياتك وهو يعرف مروياته يردك رأسا يقول لا هذه ليست من مروياتك. فهو يقول أن شرط حصول الجرح ده أن يكون الذي ستحصل معه ليس متذكرا لمروياته ولا يحفظون حديثهم، فيجيئهم طالب العلم فيقرأ عليهم ما ليس من حديثهم. معروف أو اللي هو بيقرأ برضو كتب التراجم يجد أنه كتب الحديث إما مصنفات يعني معروفة كالمسانيد والسنن، وإما أجزاء حديثية قد تكون هذه الأجزاء مجموعة أحاديث راوي معين، وقد تكون مجموعة أحاديث من بلد معين، وقد تكون أحاديث عالية بأنواع مختلفة. فالطالب يحرص على أنه يكون لديه هذه الأحاديث بإسناد. فيأتي هو ما هوش مش متاح لي نفس الشيخ اللي صاحب إسناد هذا الكتاب. وطبعا الآن تغيرت صورة التلقي، ولكن الأمر ده مبني على وقت ما كان الحاكم بيتكلم الكلام ده سنة 405، وهو أنه كان تنقل الطلاب والمحدثين في بلاد الإسلام يتم
إما على الدواب بقوافل يصعب أحيان كثيرة على طالب العلم أن يجد النفقة التي توصله إلى بلد، وكذلك يصعب على العالم أنه حتى ينتقل من بلد إلى بلد حتى يحدث بمروياته. فهو الطالب بيبقى مثلا في بلد زي مصر هكذا، ويعرف أن الحديث ده أصلا الرواه أو الراوي هو من الشام، أو ممكن أن يكون من العراق. وفي الوقت ده ما كان يعني يصعب جدا أنه هو يتاح له أن يرحل إلى الشام أو إلى العراق. فيعمل إيه؟ يبحث عن المشايخ اللي موجودين في مصر اللي هم يلتقوا مع صاحب هذا الكتاب في الشيخ، ويجيب له من الصحف دي ويقول له الأحاديث دي من أحاديثك يا مولانا. كيف؟ يقول له أنت الآن مش رويت عن فلان وفلان وفلان؟ يقول له طب أهي دي، أدي ده فلان وأدي فلان وأدي فلان، وأن صاحب هذا الكتاب هو يروي عنك، يروي عن شيخك، فأنت حدثنا بها. وهو الشيخ المخاطب يعني لا يذكر إن كان هو قد تلقى عن ذلك الشيخ تلك الأحاديث أو لا. فهم لما يقولون له ذلك يقرؤونه فهو يقرهم، يقول لهم خلاص ما دام انتوا يعني يعتمد على ما يلقنونه، وهو ده اللي يفيد انه ضبطه ليس متوافر. فالإمام الحاكم يقول من يوافق هؤلاء الطلاب على أن هذه الأحاديث من حديثه ويقبل قراءتها عليه بحيث يروها هم عنه يعتبر هذا قدحا فيه هو. أما هم آثمون؟ هم آثمون، موضوع الإثم مفروغ منه، لكن هو يبحث المسألة من مسألة الضبط، لأن الشيخ أصلا لم يدعي السماع ده، هو جاءوا إليه وألجأوه إلى هذا الإلجاء. ده كلام الشيخ